عايز اسال بس حضرتك فاهم ايه الشكاوى اللي حضرتك يعني بتعاني منها او المشاكل اللي حضرتك حابب توصل صوتك؟ والله هو الوقت الحالي اللي احنا فيه نشكر ربنا الشكاوي قلت كتير عن الاول بامانه، ويمكن خصوصا بعد ما نزلت الازاله في شارع جميل زي ده وزي سيدي بشر وغيره وغيره. دي حاجات من الحاجات اللي احنا كنا بنتعب منها قوي، خصوصا البياعين المتجولين وغلاساتهم او الاسعار الغريبه اللي كنا بنشوفها. فالمفروض ان احنا حتى ما نتجاوبش مع الغلط، يعني ما اقفش على بياع انا مش ضامن بعد كده يحصل ايه، حاجته صح حاجته غلط، اخش محل محترم وفي نفس الوقت ده بيدفع ضرائب ودنيا، ده يحترم ان انا اخش له وامن حاجتي وامن نفسي ان انا اخد منه. دلوقتي الشواطئ بقت قليله قوي وحجمها صغير وبقت زحمه اوفر، يعني امبارح عشان نخش شاطئ زحمه قوي، نقعد مثلا سابع او ثامن صف، والشاطئ نفسه صغير ما بقاش واسع زي الاول. يعني محتاجين يهتموا هنا بموضوع الزحمه، الكورنيش يسيبوا البحر للناس اللي بتستفاد بيه، المصيفين او الناس اصحاب البلد يستفادوا بيه، لان الموضوع بقى مأساوي بالنسبه لموضوع البحر والكورنيش ده عن زمان. طبعا مش افضل حاجه بصراحه. النهارده المواطن اللي الغلبان او المتوسط اللي عايز ينزل النهارده البحر بقى عايز يدفع فلوس، الدخل شويه والحاجه غاليه، ما احناش عارفين نعيش بصراحه. يعني انا بشتغل وجوزي بيشتغل واحنا مش مكفيين، بشتغل شغل كده يعني قطاع خاص، والحاجه اسعار نار، ما احناش عارفين نعيش، ومعانا الولاد في المدارس اللي في الجامعه واللي في المدارس، وصراحه الدنيا نار. يعني احنا قاعدين في امن وامان وكل حاجه، بس ايه، عايزين بس بلد تبقى حلوه وما يبقاش فيها حاجه وحشه ولا حاجه، بلد تبقى كويسه وسخاء ورخاء كده. انا مش عارف اتجوز. انا مش عارف اتجوز، بقبض 5000 جنيه اكل بيهم ولا اشرب ولا اركب ولا اتعالج بيهم، هي دي المشكله اللي عندي. الحاجه بتزيد والرواتب زي ما هي، احنا مثلا قطاع خاص لا مؤاخذه الرواتب حوالينا بتزيد والرواتب زي ما هي، ما حدش يعني بيتجاوب معاك. اي نعم الحاجه بتزيد، المواصلات بتزيد وكل حاجه بتزيد، ومفيش اي زيادات في الرواتب. يعني والله المشاكل ياما وكل شيء هيتحل باذن الله، يعني مشاكل التومين ومشاكل السلع كلها، جميع السلع حتى الاحذيه والملابس اسعار لا حول ولا قوه، ولا في رقيب ولا في مراقبه ولا في حاجه ابدا. المشاكل بالنسبه للمحافظه، العربيات اللي بتقف في نص الشوارع وبتوع الفاكهه وبتوع البتاع دي ولا بتعرف تمشي ولا معاك عربيه بتعرف تركنها، واخد بالك، وكلها مشاكل هي ديت المداين، الاشغالات كلها والتكاتك والحاجات دي، العشوائيات اللي ما فيش ثواب وعقاب، البعض الجائلين، الشوارع كلها بقت فيها كميه تكسير ياما، وفي الرصفان ما حدش يقدر يمشي عليها، كلها مشغوله باشغالات، الرقابه برضو على الاسواق وعلى الاسعار، الغلوات بطريقه مش معقوله في كل حاجه. يعني انت، انا راجل عندي ورشه، تنزل تجيب دلوقتي شغل، تنزل بكره تلاقي الاسعار زادت، طب ايه اللي زودها؟ دي حاجات من هنا مش مستورده، ايه السبب؟ الاسعار جامد جدا جدا في خلال اللي هو الخمس سنين اللي فاتوا. بس على مستوى اسكندريه في مشاكل بتواجه المدينه هنا؟ اللي هي المواصلات بس، الناس تعبانه، مش هي دي اسكندريه اللي الواحد كان بيجيها؟ الناس لبسها اتغير، شكلها اتغير، ففي ايه؟ احنا ليه كل حاجه كمان طالعه 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 طالعه؟ والادويه، احنا فين الادوية بتاعت الناس اللي عندها امراض مزمنة؟ يعني مفروض الادوية دي الاسعار بتاعتها ما تتحركش، الناس غلابة. طبعا التجديدات اللي بتحصل حاليا دي هي طبعا حاجة عظيمة جدا، بس بصراحة يعني في رؤية كبيرة جدا ان انت ما تقدرش تشوف البحر، يعني مثلا ايه، على بعد مثلا بتاع 200 متر، خاصة مش المنطقة اللي احنا واقفين فيها دي، المنطقة المنشية وبحري من اول المنظره كده ولغايه محمد نجيب، فيعني هتبقى صعب رؤيه البحر جدا كده، فمش عارفين لسه الملامح اللي مش باينه ايه. فاحنا بس كنا عايزين بس نعرف يعني ملامح، هل هتبقى كافيهات زي ما بنسمعهم، هل كده احنا مش عارفين نشوف البحر، فمش عارف يعني، هو ده بس سؤال كان نفسي اسال حد ايه عليه يعني، وحد يجاوبني. يعني الباعة الجائلين
المكبرات الصوت اللي بيبقوا ماشيين بقى في البلد بصراحه حاجه بتبقى في منتهى الازعاج اللي في الدنيا، قلق يعني ما بعده قلق. بالنسبه للاسعار، انت بتخش محل بتلاقي ده بيبيع بمزاجه والمحل اللي جنبيه بيبيع بمزاجه، اخدت بال حضرتك؟ طب بنقول طيب، طب نحاولوا حد اي رقابه تنزل، اي رقابه تنزل تنسق السوق مع الناس، عشان الناس بقت على اخرها، حرام اللي احنا فيه. انا لما اخش حاليا دلوقتي اجيب بصرف النظر عن السجاير، مش عايزين سجاير، احنا عايزين الاساسيات، الاساسيات اللي هي الاكل والشرب بتاع الناس، بتلاقي ده بيبيع فرق شاسع جدا ما بين السعر ده وما بين السعر ده، طب ليه؟ ويقول لك هو كده ان كان عاجبك. طب احنا نعمل ايه مع الناس؟ هنتعارك مع الناس كلها؟ مش هينفع. اخدت بال حضرتك؟ احنا كل المطلوب رقابه تنزل على الاسواق، تراقب الاسواق وتراقب الاسعار. اسكندريه حظها، قد يكون حظها جه كده ان جميع المشاريع الخاصه بالنقل والتوسعات كلها تمت في وقت واحد. الكلام ده كله حضرتك، كوبري العمريه، المترو الانفاق، يعني الدنيا كلها المشاريع كلها جت في وقت واحد، ودي طبعا مأثره شويه على الحركه. احنا كاسكندرانيه متأثرين جامد طبعا، لان احنا عندنا مش اقل من 1 مليون 2 مليون مصطاف بيخش، فدي برضه عامله ازمه كبيره في الصيف. ازمه المواصلات اللي احنا بقينا فيها، وطبعا كل مشروع او كل عربيه بسعر تركب من هنا النهارده لحد المنشيه ب2 جنيه، بكره ب2 جنيه ونص، العربيه الثانيه ب3 جنيه، اللي هو كل واحد شغال بسعر مع حاله يعني في المواصلات عموما. وكذلك بقى الاكشاك، المحلات الصغيره اللي هي على جنب دي بتشتري النهارده علبه سجاير بسعر، بكره بتشتريها بسعر تاني خالص، اسعار كل يوم غريبه. قفل الساعه 10 ده بينيم البلد، مش يعني عامل خمود في البلد، كانت الناس بتسهر واحنا في سيف. حتى ما حصلش حضرتك في الشتاء اللي احنا نقفل الساعه 10 البلد كده تبقى يعني ايه، بتبقى صحراء، فاحنا في سيف، فبنرجو يعني من المسؤولين اللي هم ايه يوسعوا المجال شويه في السيف. وسيله المواصلات مش متوفره بالنسبه للهيئة العام او الاجره، زائد ان الغلاء الاسعار وقطع التيار الكهربائي بصفه مستمره ومتقطعه برضه. الايجارات الجديده غاليه جدا جدا في اسكندريه، الشهر ده بالذات ومن اول ما ابتدى الصيف والايجارات عاليه جدا قوي قوي بطريقه رهيبه، يعني شقه ما تساويش مثلا تلاقيها هوب اللي هي كانت ب 1500 فجاه بقت ب 5000. كل حاجه بقى الاسعار كلها، اسعار اللحمه واسعار الفراخ وكل الكلام ده، كل ده غلي غلي يعني بقى الضعف يعني.